استمرار إيقاف الدعم إلى فترة أطول من هيك، ممكن نحن نستنفذ الإمكانيات الموجودة. القسم بحاجة إلى كهرباء، بحاجة إلى ديزل من أجل التدفئة، بحاجة إلى حليب أطفال، بحاجة إلى مستهلكات، بحاجة إلى أدوية. هذا القسم فيه 27 سرير، يتألف من أقسام العناية والحواضن والخداج والأطفال أكبر سنا. للأسف نحن أخبرنا بأن بتوقف الدعم منذ بداية شهر فبراير، مع ذلك نحن عم نشتغل بالإمكانيات الموجودة عنا. بعد فترة رح ممكن يوقف القسم، وبالتالي هذا رح ينذر بكارثة إنسانية رح أزيد من معاناة أهلنا في شمال السوري. كانت صعبة كتير، صار له شهر ونص هون بالمشفى، وكان تعبان، معه سحايا والتهاب دماغ فيروسي ومعه جرثومة بالدم، وعم يتحسن إن شاء الله، واحتمال يعني حكى الدكاترة أنه يضل شهر شهرين. العلاج كامل كان هون، بس هلأ صرت أشتري من برا يعني، وما عندي قدرة أني أشتري. ناشد كل المنظمات الإنسانية والمنظمات الأمم المتحدة بالتدخل من أجل تقديم الدعم، من أجل استمرار هذا عمل هذا القسم.